تحت قبة البرلمان. طرح ملف القصف التركي على شمال العراق لنقاشه والخروج بقرارات وتوصيات تشفي جراحا شعبية وتعيد سيادة تنتهك يوميا. فبحسب إحصائيات أن عدد الاعتداءات تجاوز 22,000 اعتداء خلال الأربعة سنوات الماضية. لا يعتبر هذا مجرد انتهاك للسيادة العراقية، إنما احتلال بوجود أكثر من 100 نقطة، بوجود 5 قواعد، بوجود أكثر من 4,000 تركي مدجج بالسلاح، أسلحة خفيفة وأسلحة ثقيلة. وصلنا إلى حد فاصل اليوم بإسالة الدم العراقي لمواطنين أبرياء. بالتأكيد ستكون هناك قرارات ملزمة وحتمية، لا مجرد نقاشات اليوم وطرح موضوعات، اليوم موضوع حتمي، اليوم احتلال لأراضينا العراقية، وهذا أمر ليس مستجد اليوم على الساحة العراقية، إنما هذا التواجد منذ زمن. إخراج القوات التركية هو أبرز محور أكد على تطبيقه، إضافة إلى دعم القوات العراقية دعما كاملا لحماية أمن البلاد. كما طرحت أيضا بعض من مطالب المواطنين التي تلخصت بقطع التبادل التجاري مع تركيا ومنع السفر إليها. اليوم مجلس النواب عقد هذه الجلسة ليس بالاستنكار والشجب كما هو معتاد عليه، ولكن سوف تكون هناك قرارات ملزمة للحكومة العراقية بتنفيذها بإخراج القوات المتواجدة على الأراضي العراقية، وكذلك بتعويض الحكومة العراقية أو الشعب العراقي المتضرر من قبل هجمات متكررة من القوات التركية. الحكومة العراقية عليها أن تتخذ كافة الإجراءات وتستخدم كافة الملفات مع الحكومة التركية لإيقاف هذه الاعتداءات المتكررة مع إخراج قواتها من الأراضي العراقية. حادثة لم تقتصر على القرارات المحلية فقط، فدوليا سيناقش الموضوع داخل مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء بعد طلب العراق عقد جلسة استثنائية. فهو يرى أن تركيا اخترقت المعايير الدولية بانتهاكها أمن البلاد وسيادته. عمار غسان، قناة الرشيد.